وقد كان للاعلام بصمه واضحه في نقل افراح البلاد الوطنيه في مختلف محافظات المملكه حيث عملت وزاره شؤون الاعلام باداراتها وطواقمها الاعلاميه والفنيه كافه لتغطيه اعياد البلاد المجيده ها هي مملكة البحرين الحبيبة في كل شبر منها تعيش فرحا وتزدان ألقا وتغمرها السعادة احتفالا بالأعياد الوطنية المجيدة. شعب البحرين الوفي خرج منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف محافظات المملكة ليشارك الوطن أفراحه ويعبر عن عميق إنتمائه لهذه الأرض الطيبة. وصادق ولائه لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في مشهد وطني يعكس رغبة شعب البحرين في التعبير عن مشاعره الصادقة والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية وفي مثل هذه المناسبات لا بد أن يكون للإعلام دوره الوطني في نقل الصورة الكاملة كون الإعلام مراه تعكس البهجه الوطنيه الغامره بهذه المناسبه المجيده وقد عملت وزاره شؤون الاعلام بكافه اداراتها وطواقمها الاعلاميه والفنيه في اطار فريق عمل واحد لنقل فرحه الوطن بتفاصيلها كافه ولتحقيق تلك الغايه شهدت تلفزيون البحرين يوما مفتوحا تواصلت فيه التغطية الحية لمختلف الفعاليات الوطنية التي ملأت أرض الوطن حبا وبهجة عبر بث تلفزيوني مباشر على مدار اليوم أشرف وعمل عليه فريق شبابي محب لوطنه وقيادته ويعمل بروح واحدة لينقل أفراح البحرين وأعيادها المجيدة. وتأتي هذه التغطية المتواصلة تنفيذا لتوجيهات سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام لإدارة الوزارة كافة لهذه المناسبة الوطنية من أهمية ومكانة لدى شعب البحرين العزيز. وستواصل الوزارة عملها الدؤوب والمتميز لتغطية هذه الفعالية الوطنية المجيدة. على مدار الأيام القادمة، وستسجل حضورها اللافت، وبصمتها الواضحة في مختلف المناسبات والأعياد، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، وإيمانًا بدورها المهم في نقل الأحداث أولًا بأول. من مركز الأخبار طلال نايف